ورجعنا لكم بعد الفاصل في برنامجنا فيها حاجة حلوة. هيكون معنا أخصائي واستشاري نساء وتوليد دكتور ماجد عادل عزيز. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا شرفتنا النهاردة. شكرا. عندنا أسئلة كتير، بيكون معظم البنات أو معظم السيدات بيكون عندهم إحراج في أنهم يعرفوا المعلومات دي، منها مثلا إزاي أحسب البريود أو الدورة الشهرية، وإزاي أحسب ميعاد الحمل الخاص بي. الدورة الشهرية لازم يعني هي تبقى عارفة هي منتظمة ولا مش منتظمة. لو الدورة منتظمة معناها ان التبويض بيحصل في ميعاد معين، هي تبقى عارفاه. لو الدورة مش منتظمة عامة يبقى في غالبا في مشكلة في التبويض. فترة الحمل او فترة الخصوبة بتبقى عامة من اليوم 11 ليوم 18 من الدورة. لو الدورة منتظمة كل 28 يوم، يعني هو تقريبا كده اسبوع بعد نهاية التبويض. يعني هي لو اتأخر عنها أسبوع تبتدي بقى تحسب من اليوم اللي اتأخر ولا من بداية يوم ال بتحسب دايما من أول يوم في نزول الدم. من أول في نزول الدورة. وعامة فترة الخصوبة من أول أسبوع بعد انتهاء الدورة. طيب إيه الأسباب اللي ممكن تسبب تأخر الإنجاب؟ أسباب كتيرة ممكن تكون أسباب عند الزوج، أسباب عند الزوجة، وفي نسبة كبيرة قوي بيبقى سبب مش معروف بنسميه unexplained. ودي بتبقى هو سليم 100% وهي سليم 100%، بس مفيش سبب معروف او عارفينه او قادرين نكتشفه ليه تاخر الحمل. عشان كده بيجي دور الحقن المجهري لو فتره تاخر الحمل جت فتره طويله. طيب ولو اسباب التاخر من عند الزوج بتكون ايه هي الاسباب؟ عامه بيبقى عدد الحالات المنويه قليل او في تشوهات كتيره جدا او الحركه ضعيفه، وده اسبابها كتير. من ضمن الاسباب طبعا اللي بتاثر على الحالات المنويه هو التدخين مثلا عند الرجال، ودي حاجه ليها تاثير سلبي جدا على الحالات المنويه. برضه لما يكون في دوالي الخصيتين ده بيعمل برضه تاثير سلبي على الحالات المنويه. طيب ولو اسباب تاخر الحمل من عند السيدات بيكون اشهر الاسباب ايه؟ اكثر الاسباب اللي بنشوفها هو عدم التبويض المنتظم بسبب تكيسات المبايض، او يكون في سدد او مشكله في الانابيب بتعمل سدد برضو. وفي بتبقى جزء من السيدات عندهم عيوب خلقيه في الرحم من جوه، وده بيبان بالسونار ثلاثي الابعاد وبانذار الرحم. طيب هل نقدر نحدد انه في مشكله في الانجاب من التحاليل اللي بتتم قبل الزواج، ولا بيكون في حاجات تانية طبعاً ممكن ما تظهرش في التحاليل؟ لا، هي التحاليل بتبين حاجات كتير قوي، وطبعا السونار للسيدات بيبين حاجات كتير. هو دلوقتي بقى فيه في اسمها حاجات اسمها فحوصات قبل الزواج. هو الزوج او الزوجه قبل ما يتجوزوا ان شاء الله بيعملوا شويه تحاليل، وده بيبين حاجات كتير قوي. طيب بالنسبة للتكيسات المبايض يا دكتور، ايه أسبابها؟ وهل دي ممكن تيجي للبنات الصغيرين ولا مثلا المرأة المتزوجة بس؟ ولا هي التكيسات بيبقى حالة ربنا خالقها في المبايض، بيبقى المبايض شكله أكبر شوية. هو ده مش مرض، هو بيبقى حالة بيبقى فيها عدم التبويض بانتظام، يعني المخزون بتاع المبيض بيبقى كبير والبويضات كتير قوي صغيره بس ما بتوصلش لحجم النضوج. فده بيعمل لخبطه في التبويض وعدم انتظام الدوره. تمام. طبعا ده بيبان قوي بشويه تحاليل، وبيبان جدا طبعا بالمبيض. ممكن البنات الصغيره صح؟ بيجي البنات كتير قوي، وبيبقى عند بنات كتير قوي وعند سيدات، مش لازم تكون سيدات، وده بيبان بالسونار. ونسبه السيدات او البنات المصابين اللي عندهم التكيسات حوالي 25%. طيب وده بيكون ليه علاج؟ على حسب هو بيسبب ايه، يعني لو بيسبب عدم انتظام في الدوره او اضطراب في الدوره ده بيبقى ليه علاج ممكن طبعا. لو عامل تاخر حمل يبقى فيه منشطات، وطبعا احيانا الناس اللي مش مستجيبه لتنشيط التبويض في ناس بيحتاجوا يعملوا منظار بطن وبيعمل زي تنشيط او تثقيب للبويضات او للمبيض يعني. بس هو دايما علاجه بيبقى علاج طبي، يعني مش جراحه. طيب خليني اسال حضرتك، معظم المشاكل اللي بتواجه السيدات او الفتيات موضوع الافرازات وموضوع الالتهابات اللي بتسبب ليهم مشاكل عموما، يعني ده بيكون اسبابه ايه وعلاجه ازاي؟ هو في طبعا بتبقى في افرازات طبيعيه، بس هو لما الافرازات تبقى عامله تعب او عامله يعني عامله شكوى معينه زي مثلا هرش خارجي او داخلي او ليها
ريحه مش كويسه او مضايقه، طبعا ده بيبقى عامه التهاب، وده بيجي كتير قوي عامه. ممكن تبقى عدوى انتقلت عن طريق الحمامات او اي حمام سباحه او حاجات كتير قوي. ممكن طبعا يكون في التهاب في مجرى البول، يعمل التهاب في المهبل، وده بيعالجه سهل جدا عامه على حسب الوصف بتاع الالتهابات بيتعالج. بتتصنف في الفطريات يعني، ممكن تقدر حضرتك مثلا من الشكوى بتاعت ممكن يبان فطريات او بكتيريا. وطبعا في الحالات اللي هي متكرره بنعمل حاجه اسمها مسحه، والمسحه دي بتبين بقى الميكروب بالظبط ايه، وبناخد العلاج على حسب المسحه. برضو حاجه ده مهم قوي، انه احيانا ده بيخلينا نفكر انه نروح الدكتور ونعمل فحص، وده بتبقى فرصه برضو للفحص الدوري لسرطان عنق الرحم، وده بتبقى حاجه مهمه قوي، سيدات كتير قوي بينسوها. وده فحص المفروض يتعمل كل 3 سنين لاي سيده ما بين 24 سنه و65 سنه. ده يعني السرطان عنق الرحم ده ممكن يكون ايه اسبابه؟ هل الالتهابات المتكرره ولا مالوش سبب واضح؟ دي اسباب كتيره قوي طبعا، واحيانا بيظهر بنزيف في وسط الدوره، ممكن يبقى نزيف مش في وقته خالص، نزيف بعد الكشف، او طبعا يكون في التهابات او افرازات كتيره من عنق الرحم، وبنكتشفها لما السيدة بتيجي بتكشف وبتعمل فحص على عنق الرحم. طيب التغير الهرمونات ممكن ده يكون ليه تأثير مثلا انه احنا نقدر الفتاة مثلا تقدر تحدد المشكلة اللي جاية لها بسبب تغير الهرمونات؟ ممكن طبعا في فترات بتيجي ممكن من الضغط النفسي بيحصل اضطراب شويه في الهرمونات، وده بيأثر جدا على الدوره، والست او البنت بتبقى حاسه ان في تغيير ملحوظ يعني. طيب خليني اسال حضرتك برضو، فحص الثدي وانه احنا نلحق سرطان الثدي في مرحله مبكره، ده بيكون ازاي؟ ده مهم قوي. هو طبعا ده بيبقى دايما السيده هي اللي بتبقى اول واحده بتحس ان في كلكعه في الثدي، او بتحس ان في الم جامد، فبتروح للدكتور او الدكتوره وبيتعمل زي فحص كلينيكي يعني بالكشف. وطبعا بيبقى في مكمل ليه، بيبقى زي موجات صوتيه او الماموجرام على حسب سن السيده، مع شويه تحاليل. وطبعا لما بيكون في حاجه تقلق او حاجه شكلها ممكن تبقى حاجه مش حميده، طبعا بيبقى في مجال الجراحة انها بتشيل الجزء ده عشان تحمي نفسها من سرطان الثدي. هل في انواع هرمونات معينة او ادوية معينة او اي تكنولوجي حديثة بتخلينا ان احنا نحدد نوع الجنين؟ لو انا مثلا عايزة اخلف ولد، او مثلا عندي بنات وعايزة، يعني هل اقدر مثلا ان انا اتحكم في نوع الجنين؟ وهل اقدر مثلا لو انا عندي طفل انا عايزة اخلف توأم؟ كل حاجة يعني موجوده دلوقتي في علم الاخصاب المساعد والحقن المجهري، وحاجات كثيره قوي بنعملها لتحديد جنس المولود. هي البدايه كلها انها ابتدت انها بنحمي الاطفال من اي امراض وراثيه، بس طبعا تحديد جنس المولود موجود في مصر، لو حد عايز ولاد او حد عايز بنات ده حقيقي يعني، ده موجود فعلا. موجود. طب ده ازاي يا دكتور؟ يعني ده بيتم ازاي؟ عن طريق الحقن المجهري. السيده يعني بتاخد حقن عشان تطلع بويضات كتير، وبتعمل عمليه حقن مجهري، بتتسحب البويضات دي الخاصه بحقنه المجهري بتاعت الزوج، وفي اليوم الثالث من الاجنه تاخد عينه صغيره وبتتفحص الفحص الوراثي عشان نعرف ولاد ولا بنات. وطبعا بنقول لهم في اليوم الخامس قبل الزرع، هم بيقرروا يزرعوا ولد او بنت. ده حقيقي، انا مبهوره على فكره وانا بسمع الكلام ده، يعني حقيقي حاجه ممتازه. بس هل العمليات دي ممكن مثلا لا قدر الله تفشل، ولا نسبه نجاحها بيكون كام في الميه تقريبا؟ نسبه نجاح بتبقى دايما على حسب عمر السيده عامه، ونسبه نجاح طبعا بتزيد كل ما سن السيده بيبقى صغير في السن. ولو انا برضو عايزه اعمل توأم بيتم عن طريق الحقن المجهري برضو؟ هو طبعا بيتزرع، هو لازم برضو في كل المواضيع اللي قلتيها دي، تحديد جنس المولود او التوائم، لازم البرايورتي او الاهميه بتبقى ان هو
كل حاجة تبقى بطريقة آمنة ما يكونش فيها أي ضرر على السيدة طبعا. بالنسبة للتوام هي بتزود الفرصة شوية في الحمل، في الحمل المجاني عامة بنزرع 2 أو 3 في اليوم الخامس، بس طبعا بتزود فرصة الحمل، بس طبعا التوائم الكثيرة قوي ما بتبقاش محببة. بس طبعا في الحقن المجهري أو التنشيط الطبيب عادي تزود فرصة التوائم كثيرة قوي في مصر. هل بتكون العملية دي ليها كوست عالي أو مكلفة على التنشيط العادي من غير حقن مجهري؟ لا مش مكلفة قوي. الحقن المجهري مكلف شوية، يعني بيتراوح من أسعاره من إيه لإيه؟ هي على حسب المراكز. هي طبعا بتبقى التكلفة، الأدوية غالية، التكلفة حوالي فوق 10,000 جنيه، حاجة بسيطة. عشان أنا أحدد نوع المولود لازم أدفع فوق 10,000 جنيه. شوف إحنا ربنا عملنا طبيعي بس إحنا مش بنرضى. طيب خليني بقى أسأل حضرتك آخر سؤال دلوقتي. مثلا لو أنا أم، طبعا معظم من السيدات دلوقتي بتولد قيصري، ما بقوش يولدوا طبيعي زي الأول، فهل الولادة القيصري ليها عدد معين؟ وهل ممكن الولد القيصري تعمل حقن مجهري أو لأ؟ وهل بيبقى فيه خطورة عليها لو مثلا برضو قررت انها تخلف توأم او كده؟ دايما الولادة الطبيعية بتبقى احسن، بس في اتجاه طبعا شوية دلوقتي انه الولادة القيصرية زادت. زي اي عملية لما بتتكرر كتير طبعا بتعمل تأثير في البطن، طبعا ممكن يجي التصاقات كتيرة. بالنسبة للولادة القيصرية الخوف منها بيعمل هي المشيمة الملتصقة، ودي ممكن المشيمة تلزق قوي في الرحم او تطلع بره الرحم وتلزق في المثانة، وده بيبقى ليه خطورة قوي على السيدة وبيعرضها لنزيف ومشاكل كتير. هي دي مشكلة الحقن للأسف الولادة القيصري المتكررة. طب بس هي مفيش عدد أقصى، يعني بعد 3 أو 4 مرات احنا بننصح ان هو ستوب بقى كفاية. طبعا لو عملت ربط لازم بعد كده حابة يحصل حمل تاني، بيبقى عن طريق عامة الحقن المجهري. بس طبعا اللي بتولد حقن مجهري، لو انا فهمت سؤال حضرتك مظبوط، عامة بتفضل انها تولد قيصري عشان تبقى مطمنة قبل الولادة، تحافظ بشكل اخر مفاجآت في الاخر. بس طبعا في ناس بتعمل حقن مجهري كتير. طب وهل فعلا الاشاعه اللي بتقول ان خلفه التوأم دي خطر على اللي بتولد قيصري، هل ده صحيح؟ هو على حسب اول بيبي او توين، يعني نازل ازاي. لو نازل بالراس وعايز تاخد مستوى طبيعي ممكن تولد طبيعي. لو هي والده قيصري من قبل عامه بنحبس حق الولاده القيصريه عشان ما يبقاش في اي، يبقى سيفتي جدا ليها وبيكون امن. طيب اخر سؤال بقى معانا برضو. احنا الاسئله عندنا كتير جدا جدا ووقت الدكتور طبعا ضيق، احنا بنشكره ان هو فضلنا الوقت القليل ده انه يكون معانا. اخر سؤال عايز اساله لحضرتك دلوقتي، لو انا عندي سيده جت توجهت ليا، ايه النصايح اللي تنصح لها في بدايه الحمل؟ النصيحة اللي انصحها انها يعني تخلي بالها من فترة التبويض، تخلي بالها من انتظام دورتها. لو لقيت من اي مشاكل حصلت او في اي تغيير ظهر في الدورة بتاعتها او اي وجع بيجيلها مع الدورة او في اي وقت تاني، لازم تتجه لاقرب فرصة للدكتور وتعمل فحوصات وتطمن ان كله كويس. ولو في اي حاجه تاخد علاج. والفيتامينات، هل انها تاخد فيتامينات من اول يوم والكلام ده، هل ده مش لازم من اول يوم؟ بس هي لو قررت انها تبتدي تفكر في ولاده، مش غلط انها تبتدي شويه فيتامينات اكتر. هي حمض الفوليك عشان بس ده بيساعد شويه انه يمنع اي تشوهات للجنين في اول فتره. تمام، بشكر حضرتك جدا جدا يا دكتور، وان شاء الله يكون لينا لقاء تاني واشوفكم بعد الفاصل.